وها قدرت انا الصبر رديت، وهذا التصحيح بالنسبة الى تلاحظ هنا أنا 5.5 ايضا انا الصبر كباكج فايل. واخرج لاحظ هنا أنا عندي صار عندي رديت. اكد لكم انه الاصدار مالتي هو 5.5. تلاحظ هنا أنا النظام، معلومات النظام، تلاحظ هنا هو 5.5. فهسه نجي على ريديت ونشغلها، واشتغلت عندي الريديت على اصدار 5.5. اذا تريد تعرف شلون تشغل كل اللعبات الجديدة على اصدار 5.5، تابع هذا التحديث خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. مثل ما لاحظنا في بداية الفيديو أنه الآن تستطيع تشغيل ألعاب Red Dead, بيس 2020, فيفا 2020 وإلى آخره من الألعاب الجديدة قاعد تصدر الآن على الإصدار 5.05 المهكر أو المعدل السيستم مالته. طبعا هسه ما تقدر تشغله مباشرة لأن يعني أغلبهم يحاول يشغل الألعاب وينزلها على شكل باكج، ولكن يقول ما تشتغل عندي، لازم تحدث التهكير مالتك. وهنا أنا قصدي ليس الاصدار ولكن تحدث الهان. الهان اللي عندنا هو 1.8، لازم نحدثه الى 2.4. تحدث فقط الهان على ما تشتغل كل الالعاب، بعد ما كل لعبه عندك ما تشتغل الى وقت صدور هذا الفيديو، كل الالعاب الموجوده راح تشتغل عندك بدون مشاكل مثل ما لاحظنا في بدايه الفيديو. قبل ما ابين الطريقه، لا انصح بتحديث التهكير الى 6.72، هذا الاصدار لحد الان غير مستقر. دا اعمل عليه اني دا احضر فيديو، ولكن دا اريد اوصل الى افضل طريقة وافضل استقرارية، وان شاء الله ينزل قريبا على القناة مجرد ان تتم التجربة اللي قاعد اجرب عليها. فالان اللي عنده اصدار 5.05 لا يحدث نهائيا، على نفس الاصدار يتبع تعليماتي ويحدث فقط الهان وتشتغل عندك كل ألعاب بدون أي مشاكل. شو يبقى؟ يبقى أنه تحتاج إلى فلاشة مثل ما تلاحظون، تضغط على الرابط اللي موجود في أسفل الوصف، حط لكم رابطين، أي رابط تضغط عليه لازم تحمل هاي الملفات. فنجي على الحاسبة، الفلاشة لازم نفرمتها على الفات 32، كليك أيمن، نقول له فورمات، تلاحظ هنا أنا فات 32 ديفولت، وراح اقول له ستارت. هاي اول خطوه، نفرمت الفلاشه على فات 32 حتى يكون الجهاز يقراها. كملنا، نروح على المتصفح والرابط اللي موجود في اسفل الوسط تضغط عليه، راح يوديك على هذا. مجرد انه نضغط نقول له تنزيل، ننزل الملف المضغوط، نقول له تنزيل. هسه الان تلاحظ هنا بدا التنزيل، تتم التهيئه، ننتظر الى ان ينزل الملف بالكامل. بعد ما كمل التحميل راح ينزل لك عندك اكيد بالداونلود، فتلاحظ هنا على شكل مضغوط، نفتح الضغط كليك ايمن، وراح يسوي لي اكستراكت هير. تلاحظ هنا هذا هو البي اس، تلاحظ هنا من الاصدار، تلاحظ هنا 1.4 او 1.8 حسب جهازك الى 2.1.4، هذا الاصدار الجديد راح يشغل كل الالعاب الجديده بدون ما تحدث الاصدار مالتك. فنفتح الفولدر، بعد ما فتحنا الضغط تلاحظ هنا ناخذ الفايلات اربعتهن نحددهن ونسوي له كوبي، واروح على الفلاشه، ومن الفلاشة راح نقول له بيست لزق مباشرة. تلاحظ هنا أنا أربعتين، اللي يهمنا عندك الملف الأخير اليو اس بي انستل. تلاحظ هنا أنا باليو اس بي انستل، تلاحظ هنا أنا لاحظ لك رابط، نعم بس خلنا أحدده، هذا هذا الرابط راح أحتاجه. تلاحظ هنا أنا هذا الرابط تحتاجه انه من تحط الفلاش الحاسبة تكون يمك او الفيديو موبايلك لحالتين، المهم انه هذا تحفظه او تكتبه هذا الرابط اللي هو ldefual.github
.io/USB. ليه؟ لح نحتاج هذا الموقع حتى ندخله. بعد ما كملنا التنصيب وقلت لكم بالنسبة إلى هذا الموقع، لح ناخذ الفلاشة، لح أخذ هاي الفلاشة. قبل ما أنتقل وبين الخطوات على جهاز بلاي ستيشن 4، يجب أن أنوه أنه يجب ربط الجهاز على الإنترنت حتى تقدر تحدثه. لازم ما أحدث الإصدار، ولكن أحدث الهان من الفلاشة حتى أقدر أنزل من المتصفح الهان إلى الفلاشة، من الفلاشة يرفع إلى البلاي. لازم يكون جهازك مرتبط بالإنترنت، ولحبينكم كيفية الارتباط الآمن فقط لتحديث الهان وليس تحديث السيستم. دير بالك بس يتحدث السيستم بعد ما يتهكر جهازك نهائيا أي إصدار بعد. وضحت الصورة؟ فمن لحن مقدما، من لح أربط الإنترنت جهازك البلاي على الانترنت، لسوي تيست اوصل الى خطوة يقولك تم الربط، يكتب لك هل تسوي تيست. تسوي تيست، ارجع بالدائرة، ارجوع للبداية وتسوي الخطوات مثل ما حسوي امامك. قبل ما ابين الطريقة في الجهاز، لا تنسى من الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات على ما تجيك اول باول. وكذلك لح احط لكم موقعين او رابطين تقدر تنزل الالعاب بلاي ستيشن 4 المعدله، ودائما اختار على شكل باكج وتاكد من الاصدار، لان كل لعبه لها اصدارها. وكذلك 5.5 تاكد من تعديل الاصدار، الاصدارات معدله تشتغل بالنسبه للالعاب الجديده. واذا حابين اسوي لكم فيديو شلون تنزلون الالعاب الجديده المعدله، اكتبوا لي بالتعليقات وان شاء الله اسوي لكم فيديو شلون تنزلوها وشلون نزلت مثل هسه الريديت وشغلتها. نشغل البلاي، دخلنا. هسه تلاحظون هنا عندي اني الهان هو الاصدار القديم، ندخل عليه شوف دليل المستخدم. فمثل ما تلاحظون الاصدار مالتي 5.5، فاذا ضغطت عليه تلاحظون هنا الهن هو الاصدار القديم. كيفية احدث الهن الى الاصدار الجديد؟ فمثل ما بينت حملت الفلاش، الفلاش الان مربوط في الجهاز. فنروح على الاعدادات، من الاعدادات راح نروح على الشبكه، صعب انترنت، اعداد الانترنت، استخدام الواي فاي، سهل كنك بشبكتنا. لسوي اختبار للفحص، اهم شيء راح ارجع اطلع. وصلت الى تم تحديث اعدادات الترنت، ارجع اطلع ما اسوي. بعدها راح اروح على المتصفح، فراح ادخل لي الموقع. الموقع اللي راح ادخله موجود ايضا في الفلاشه اللي هو ندوس على الاوبشن اعدادات، راح نقول حذف مسح. هسه نجي نقول له تحديث، تلاحظ هنا تنصب يبحث عن اليو اس بي. تلاحظ هنا فتحت لنا المتصفح بالاتجاهات. تلاحظ هنا هسه تتحكم بيه بالاتجاهات. اهم شيء عندك هنا نقول ستارت، تحدث عندنا الهان هذا هو. نخرج هسه شو عندنا هسه الهان النسخة الجديدة. لا تنسى من الاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك، وتفعيل جرس التنبيهات. اذا كان عندك اي سؤال استفسار اكتبه تحت بالتعليقات. واكيد بعد ما كملت لازم شو اسوي؟
اروح على الاعدادات والشبكة والغي الاتصال اهم شيء، وشكرا. بعد ما كمل تهكير هذا اضافة بسيطة انه شلون راح يشتغل الجهاز الان، ادخل على اليوزر اكيد بدون حساب، ها رديت اللي نزلتها، لاحظ هنا الاعدادات ماكو جوا، لاحظ هنا دخول الباكج، ندخل على الدليل، دليل المستخدم، هاي الواجهة الجديدة. بالنسبة الى التشغيل راح تضغط عليه على انهاء السيرفرات، تنتظر فد 3 ثواني ما راح يشتغل مباشرة، هو دا يشتغل طبيعي، ندوس اشتغل هان 2.1.4، نخرج. لحظة هسه اذا دخلت على الاعدادات ظهر عندي دوبل سيتنج، ندخل عليها، راح ادخل على الجيم باكج انص طريقة التنصيب. لاحظ ان انا هسه الان اخر شيء نزل التحديث جديد الريد ديت من مواقع، فتلاحظ هنا هذا الخاص بي اضغط عليه، راح انصب اصلا حتى التحديثات، التحديثات تقدر تنصبها كشكل باكج. هاي بالنسبة للريد ديت هسه نزلتها. وسنجي اشغل الريد ديت واشتغلت عندي اللعبة بدون اي مشاكل، شغالة كليتها. وكذلك تصحيح سيف، بعض المواقع يقول لك السيف ما يشتغل، لا اذا تنزلت الفيكس بالنسبة الى تحديث السيف لا تشتغل طبيعي وتسيف طبيعي.